اكيد بالنسبه لحنا كنعيشوا فصل الشتاء، ففصل الشتاء لابد ان تكون المناعه عندنا في واحد المستوى اللي هو مستوى مرتفع من اجل ان نواجه هذه الامراض. واكيد باش كنرفعوا المناعه كنرفعوها بنمط العيش، ومن ضمن ما كيكون يعني الاشياء اللي هي مهمه في نمط العيش فهي التغذيه. واجمل شيء واروع شيء والشيء الاهم اللي كيرفع لنا المناعه في التغذيه هو احترام واحد القانون اللي هو قانون اساسي في التغذيه، واللي هو اول قانون في التغذيه هو القانون الموسميه. فيما كنشوفوا مثلا الان ونحن مقبلين على فصل الشتاء، فاغلب الاغذيه مثلا زيت الزيتون، فزيت الزيتون فيها التيغوزول الهيدروتيغوزول الاوميغا 9، فهذه مواد اللي من شأنها انها ترفع لنا ما يسمى بلا تيرموجينيز اللي كتعطينا انتاج الطاقه، وهذا جيد جدا. كذلك بالنسبه للقطاني، القطاني يعني اللي كترفع لنا الميتابوليزم ديال الجسم ديالنا، زائد كتعطينها معادن ومنها المولبدين مثلا، هذا معدن من المعادن اللي كترفع لنا المناعه. زائد ان القطاني كتعطينا معادن منهم السيلينيوم منهم المغنيسيوم منهم الزنك منهم النحاس ومنهم الحديد، وهادو ما هما اللي كيخدم بهم جهاز المناعه وخاصه الجسم باش كيدافع على راسه، اللي هما سميتهم الاس او دي سوبر اوكسيد ديسموتيز الواحد والجوج والثلاثه. زائد الاغذيه الان كذلك اللي كترفع لنا المناعه هي الحوامض، والحوامض بصفه عامه مثلا الحامض اللي كنعرفوه، يعني البرتقال بكل انواع ديالو، البقوليات دابا اللي كتجي مثلا القطاني اللي هضرنا عليها، زائد مثلا البقوله، زائد هاد الاشياء هذه اللي هي خضراء، فكل شيء اخضر فيه فيتامين سي وفيه فريق عمل. فاي اغذيه وباش ناخذوا قاعده عامه، فكل ما كاين في هذا الموسم هذا واللي كنلقاوه في السوق واللي كنلقاوه بثمن مناسب، فهو مثلا زيت الزيتون، مثلا البطاطا الحلوه، مثلا القطاني، مثلا البلوط، فهي اغذيه ترفع المناعه، لاننا مقبلين على فصل اللي غنكونوا حنا ما احوجنا لهذه المناعه هذه. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.